السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، وحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامج ذاكرة معاصرة. ذاكرة معاصرة اليوم يستقبل الإعلامي الدكتور فلاح الفضلي. مرحبا بك سيدي الكريم. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله أستاذ أنس، شرف. فلاح الفضلي، نجردك من الألقاب أولا. أهلا وسهلا. نسألك عن الولادة. نعم. النشأة والتحصيل. أنا من مواليد 22/4/1970، النجف الأشرف. خمس سنوات فقط في النجف، البقية النشأة والترعرع كلها في بغداد في الوزيرية. رجعنا للنجف سنة 2012، وما زالت يعني وبقينا بالنجف إلى قبل 8 أشهر. بقيت عايش في تركيا، والآن أنا عايش في أربيل. زين، خلينا نروح للصورة. الدراسة بكالوريوس آداب لغة عربية، ما دبلوم عالي بالعلاقات الدبلوماسية والقانون الدولي من جامعة القاهرة، ودكتوراه من جامعة ألبورغ للعلوم في الدنمارك باختصاص القانون الدولي العام. جميل جدا. خلينا نروح للصورة رقم واحد. ما معنى أن تولد قرب عليه؟ حقيقة النجف والولادة فيها والترعرع فيها، خاصة عندما تكون أنت من عائلة دينية. أنا أبوي رجل معمم وخطيب منبر حسيني. نعم. وجدي كان وكيل مراجع، يعني وكيل السيد محسن. نعم. الحكيم رحمة الله عليه، ووكيل السيد الخوي الله يرحمه. فإحنا من تكون أنت من عائلة دينية تلقى عليك مسؤولية اسم النجف كمدينة مقدسة، ومدينة ما تضمه النجف، أو مسؤولية ما تضمه النجف وهو مرقد أمير المؤمنين وأمير البلاغة علي بن أبي طالب عليه السلام. وبالتالي تكون أنت أمام مسؤولية كبيرة. أنا أقول قليل من حمل هذه المسؤولية. شنو اللي يميز ابن النجف عن غيره من العراقيين؟ مدينة النجف تتميز بأنه مدينة ثقافية. المدينة التي تكثر فيها المجالس الحسينية. نعم. والمحاضرات الدينية في ذلك الوقت الذي لم تكن فيه هناك فضائيات ولا مواقع تواصل اجتماعي، يكون ابنها حتى اللي يدفع عربانة بالشارع هو يعرف كل شيء، حتى الحمال بالشارع هو مثقف. زين، خصوصية وجود مراقد مقدسة تمنح وتأخذ. صح. تمام. كنا يعني يعرف ما الذي تعطيه هذه المراقد من خصوصيات، من نقول لابن النجف. نعم. لكن ايش تاخذ من الانسان ايضا؟ تاخذ من الانسان ما ما ما, ما جاء في الحديث في احد الاقوال لاحد اولياء الله الصالحين من عترة آل البيت، لا يحضرني يعني اسمه، لكنه يقول انه يستكره السكن عند الاماكن المقدسة، لانه هذه تنزع القدسية من اللي يسكن يمها. لان انت من تجي تريد تزور الاعتياد، هذا النظره الاعتياديه تنزع القدسيه، وبالتالي تكون انت تجرؤ على تصرفات يجب ان لا تكون في مناطق مقدسه. انت بالنسبه لك الان تجي مثلا من اربيل، تجي من سامراء، تجي من البصره، تجي ملهوف على مرقد امير المؤمنين عليه السلام. بس هذا اللي هو دكانه او بيته مقابل المرقد يوميا يفتح الصبح، لا تختلف المساله عنده. درجه القدسيه ودرجه الكذا شويه تخف عنده، وهي تتناسب تناسب طردي مع درجة الإيمان عند الإنسان. نعم، أنا ابن مدينة أيضا مقدسة، ابن سامراء. نعم. وأعرف جيدا ما الذي على ابن هذه المناطق أن يفعل ربما خارج مدينته. نعم. ولهذا أراها ربما أحيانا تحملك التزام ثاني، عبء آخر. أيه. على عبئك العام. أيه. العبء الأخلاقي. نعم، العبء الآخر هو عبء حقيقة يجب أن يتحمله كل إنسان. كل إنسان ينتمي إلى بلد، وكل إنسان ينتمي إلى محافظة. نحن دائما كلنا سفراء. أنت عندما تقول أنا من سامراء أنت سفير لسامراء، وعندما تقول أنا النجف أنا سفير للنجف. أخلاقي وتصرفاتي وسلوكي وثقافتي هي يعني صورة عاكسة للمدينة التي أنا انحدرت منها. بعدني برحلة المكان، الصورة. نعم. رقم 2. نعم. أجمل أيام عمري في كلية الآداب، وأجمل طبعاً أنا اطلعت على شهاداتك الدراسية، ما شاء الله، يعني أنت متخرج بمعدل جيد جداً، مع مرتبة الشرف. نعم، ولاحظت أيضاً أنه في مواد معينة حساسة جداً،
كانت درجاتك بيها مرتفعة، خاصة المواد اللي لها علاقة بالإبداع مو القضايا اللي لها علاقة بالقوانين. نعم. حقيقة كلية الأداب أنا دخلت إلها وخرجت كنت أتجاوز مرحلة الطالب، لأني كنت صديقا لأغلب عمالقة الأساتذة اللي علموني. تتذكر أول يوم دخلت بالكلية؟ نعم، كنت جدا حزين لأن أنا خريج علمي جايب 84 بالعلمي، وكنت حاط ببالي يعني أروح طيب هندسة، يعني حتى ذني مهات المحافظات أقول صيدلة كوفة مثلا زين أي شيء، أو أروح على أقل تقدير جامعة تكنولوجية يعني كمهندس. وأنا من رتبت الانسيابية مالتي رتبتها على السنة اللي فاتت زين، فطلعت لي كلية الأداب، فكنت كلش عصبي قاعد أنا في قاعة اسمها قاعة الفرابي ولازم أختار فرع من الفروع التسعة لكلية الأداب، وقاعد أشوف طلاب جايين من الأدبي جايبين معدل 67 و65 وأرجع 84 وعيوني عامية أنا زين، وقاعد يهم عن نفس الرحلة، فبقيت كلش عصبي. ردت أروح إنجليزي درجة التفاضل مالتي لازم 70، أنا جايبين إنجليزي 66 زين. ردت أروح إعلام قالوا لازم درجتك الحزبية عالية زين، أنا كنت يا دوب مؤيد ونص زين يعني حلوة من مؤيد ونص. وردت أروح وين بالله بعد، هو إنجليزي وإعلام، بعد ما بقى انسدت كل الأبواب قدامي إلا اللغة العربية. يعني دخلت الآداب مكره؟ أي مكره نعم. خرجت منها؟ خرجت منها وأنا متعلق بها، وكنت أنا أخذت قرار في يوم اللي كتبت قسم اللغة العربية، بالمناسبة كنت أنا أعلى طالب دخل في سنة 88 كلية الآداب درجة لغة عربية، أنا جايب 93 بالبكالوريا باللغة العربية. جميل. زين، فمن رحت أقسمت يمين وأنا بقاعة الفرابي قاعد أكتب الإنسيابية مالتي مال الكلية، قلت إلا أدخل بها دراسات عليا. جميل. وإلا أبدع بها، وفعلا 4 سنوات أنا في كلية الآداب جيد جدا. والله ممتاز. كل مرحلة بيها محاسن وبيها ما نسميها مساوئ، بيها مناطق حزينة. أنت المنطقة أو الفترة الزمنية اللي درست بيها هي تقريبا من 88 إلى 92. نعم. عندي الصورة رقم 3 اللي هي مرحلة تخللت حياتك الدراسية ما أعتقد كانت سعيدة. انتفاضة شعبانية. أي نعم، حقيقة كنت قاب قوسين وأدنى أن أموت أنا وأمي في هذا المكان. إحنا بفترة القصف مال الحرب كنا في النجف، وكل أغراضنا كانت في النجف. إحنا ساكنين بالوزيرية بغداد، ياما كان يمتون جميلة. نعم. بس من صار القصف قلنا راح تنضرب بغداد ضربة كلش قوية، فكل الناس بوقتها راحت لعتها قرى وأرياف. رحنا المشخاب، إحنا بوقتها منطقة اسمها المشخاب اللي هي مشهورة بالعنبر وبالكذا. فرحنا هناك خوالي وقعدنا هناك مقدة 40 يوم، ورجعنا بعدين شفنا الوضع بدأ يستقر وكذا رجعنا لها. ففترة من فترات بقت المواد الغذائية والمعرف إيش والكذا كلها بالنجف، فقررت أنا والدتي أجي زين. نجي جيت الجراج العلاوي نركب سيارة قالوا ما كل النجف، لازم تركب الكربلة، ومن كربلة تروح النجف. ركبنا الكربلة زين، بكربلة طبينا لقينا الكربلة مشتعلة، وصعدونا ناس من الشباب زين ورشاشات وكذا، ولا تخافون وما ادري شنو حاط رشاش عليك يقول لك لا تخاف زين. فنزلنا احنا بوقتها، واني ما اندل مو يعني النجف في كربلاء. نعم. ما اندل بكربلاء، فشفت العالم تركض ركضت وياهم. بس فجاه طلعت لنا مدرعه من هاي اللي عليها احاديه ضربت عشوائي يم الجراج مال الكربلاء، وانا والدتي بالشارع وعلى ناس انضربت ناس كذا عشوائي صار ضرب. فشفت دربونا من الدرابين الناس طبت بها، طبينا لقينا نفسنا بستان زين. والبستان نهايته مقبره، فاحنا بقينا بالبستان، واني واقف ورا عمود مال الكهرباء، كانت الطلقات تجي بالعمود مال الكهرباء. الله. زين، وخطيه والدتي تبكي لان تخاف علي اموت زين. بعدين والدتي راحت ركضت على بيت من البيوت من داخل المزرعه، دقت عليهم باب توسلت على شي سبب الفضل العباس الخاطر الحسين راح اموت انا وابني زين. اي انفتحت لنا الباب، طبينا يم عائله، راحت امي من نسوان قعدت من رياجيلي زين. وكانت الطلقات والرصاص ينزل بالحوش مال البيت هذا اللي احنا عايشين به بالبحه مالته زين. واستمرت بتنعتهم. ثاني يوم بعد ما نقدر نكمل نروح النجف لان وصلنا الخبر النجف ايضا خربت بالشغله، لازم نرجع وين للحله البيت عمي. اريد ارجع للحله ماكو سيارات. ايش قد الحل عن كربلاء؟ 40 45 كيلو. رجعناها مشي.
اي كانت تلاقيني سياره عربانه اصعد بها انا والدتي، اصعد والدتي اقل تقدير. تلاقينا مثلا عربانه مال نفط اصعد بها عربانه. ايش كنت طولت ويلا وصلت؟ والله طلعت بالسبعة الصبح وصلنا ويا صلاه المغرب، بس هاي شنو احنا نركب في الشغلات شغلات. بعدين وصلنا للحله، هم لقينا الحله خربانه كلش، بس لقيناهم وين؟ اكو لقيت رجال عنده هو زوجته رجال كبير. قلت له حجي والدتك كبيره بكت توصلني اياك وكذا. قال لي ما عندي مشكله بس ما عندي بنزين، اخذ هذا القلن. اكو شركه يسموها شركه الهولنديه قبل ما تدخل الحله الجماعه طابين عليها يسرقون بنزين من الخزانات مالتها. زين قلت له اروح اجيب لك بنزين، جبت بنزين وجيت. يعني اثناء ما قاعد اجيب بنزين انا صاعد فوق درج سلم، زين واحد فلت من عند القلن البنزين كله من فوق الجوا على لو جداحك وش انت مكان. زين فجبت له بنزين حاصل وصلني لحد منطقه اسمها حي الامام، لقيت عمي منتظرني ورحنا البيت عمي. فهاي كانت يعني كنت في علاقه. وثاني يوم ردنا نرجع لبغداد هم بالمحاويل صار هجوم الجيش المعاكس على شو اسمه هذا فلاح الفضل اللي عاش الحاله. فلاح الفضل الرائي الان لو سالت عن رايه بالانتفاضه الشعبانيه شي جاوبني. رايي الشخصي نعم، رايي الشخصي انه كان لابد ان لا تقوم الانتفاضه. السبب؟ لانه السبب لانه كانت بلا قياده نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين انه كانت غير مؤدبه، سرقت فيها اموال الدوله وتم الاعتداء على مؤسسات الدوله. واحنا مع الاسف الشديد كثير من مواطنينا واقولها بجراه انه لا نشعر بالانتماء للوطن، نعتبر كل مؤسسات الدوله هي مؤسسات الحاكم وليس مؤسسات المحكوم. وبالتالي يعني انا قدام عيني شفت كيف تم تسليب وسرقه سايلو بابل، سرقوه قدام عيني وانا قاعد عبر الجسر. لقيتني مرية عجوز زين شايله قواني فارغه زين، فسالها عمي الله يرحمه قال لها ها حجيه شو شايله بس قواني؟ قالت له والله ما لقيت شيء، طبيت كلها شايليها، لقيت بذن قواني جبتهم وطلعت. اي هذا الكلام عن اناس عاديين ربما، هل يحسبون على الذين انتفضوا على الذين حملوا السلاح ضد النظام انذاك؟ الانتفاضه الشعبانيه لا تخلو من اجنده خارجيه. والأجندة الخارجية كانت تبني تصوراتها على عدم التدخل الأمريكي في العراق، أنه راح يتركون صدام يسقط في ذلك الوقت. حدد لي هاي الأجندة. أي حدد لي هاي الأجندة بالضبط. أجندة إيرانية. إيرانية إيرانية. لأنه أغلب اللي كانوا رافعين السلاح أو أغلب اللي كانوا هم عندهم إذاعات هم كانوا مقيمين في إيران. صوت الجمهورية، صوت الثورة الإسلامية في العراق من مدرمين زاد من إيران أو من طهران في ذلك الوقت. تذكر كل الراديوات في ذلك الوقت. نعم. صح لا؟ فما كانت عندنا يعني فكرة أخرى غير فكرة أنه المعارضة مالتنا كانت موجودة بإيران. وهل كنت أنت في داخلك معارضا للنظام بصراحة؟ انا كنت في ذلك الوقت كنا احنا عائله، انا من عائله دينيه. نعم. وعشنا ببغداد، ضيق علينا تضييق كلش كبير. زين لسبب انه احنا ابوك معمم، فلازم احنا اي واحد يجي يزور بيتنا يروح تقرير للفرقه ثاني يوم. اي واحد يزور بيتنا. نعم. خصوصا السيارات اللي تجي مثلا من الكويت من البحرين، لان ابوي كان يعني كان يقرا المنبر مالته مو منبر محلي، كان منبر دولي. كان يقرا مثلا بالسعوديه، يقرا بالبحرين، يقرا بالكويت، يقرا بعمان، زين يقرا بسوريا، مصر، يعني 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 بجهود ذاتيه منه ومن بعض المؤمنين تم بناء مرقد في مصر، مرقد مالك الاشتر. نعم. اللي يسموها العجمي الان في مصر. نعم. هو العجمي من هو؟ مالك الاشتر، لان يعتبرون شكو شيعي عجمي. فهم مسمين لانه هذا له علاقه بعلي بن ابي طالب. فيسموه منطقه العجمي. العجمي منه مالك الاشتر. طيب خلينا نروح الى مرحله جديده، مرحله العمل الصحفي. ابتدت من عام 92 الى 98، مرحله يمكن اولى. بعدها مذيع في صوت الجماهير. الى حد اي سنه؟ الى سنه 2002. 2002 2002 الامارات. نعم، بس قبل 2002 انت ايضا عملت بالفضائيه العراقيه. نعم. نعم. اللي كانت في وقتها اسمها تلفزيون العراق الدولي. الدولي. نعم. شلون دخلت مجال الاعلام؟ مجال الاعلام دخلته من باب اختصاصي، وهو انه انا لانه خريج لغه عربيه واجد في نفسي الكفاءه. مشرف لغوي. مشرف لغوي. فاشتغلت في جريدة بابل. نعم. في ذلك الوقت والبحث الرياضي أول بداياتي كانت في جريدة بابل. بعدين قمت أشتغلت في مجلة اسمها مجلة أشتار.
ويا نبيل جاسم كان هو رئيس تحرير. نعم. زميلنا التحية له. وأيضا اللي اشتغلت مع في جريدة اسمها جريدة الزمن مع شو اسمه الفرحان شو اسمه داود داود الفرحان. نعم. واشتغلت بالزوراء. يعني كنت أشتغل في اليوم الواحد أنا في 4-5 مؤسسات إعلامية يعني باليوم الواحد. أنا كمشرف لغوي؟ لا أي مشرف لغوي بس. ثم محرر؟ لا بعدين تحولت من مشرف لغوي إلى محرر بتلفزيون بغداد الدولي بالفضائية. نعم. كان هناك مذيع قديم جدا فلسطيني مقيم في العراق اسمه روحي أحمد. نعم. الله يرحمه أتوقع توفى. هذا الرجل قال لي أنت صوتك جدا جميل ليش ما شو اسمه تقرأ؟ فقدمنا طلب فوافقوا على الطلب. اختبرني نهاد نجيب بوقتها. زين الله يحفظه. هني عليك. أي والله. أنا لا حقيقة اللي اختبروني واللي مشيت على إيدهم عمالقة أستاذ نهاد نجيب غازي فيصل بهجة عبد الواحد نجم الجنابي اللي هو كان نقيب المذيعين العراقيين. الخيرة الخلاص. أي الناس زين. وعاشرت عبد الحكيم زعلان وعاشرت أكرم محسن الله يرحمه وعاشرت وهاد يعقوب وعاشرت عمالقة عمالقة اللي عاشرتهم. فسوينا كتاب أول برنامج شاركت به فويس بس اسمه كتاب الشهر. كتاب الشهر يعدونا يا نقرا من عندنا مقاطع عن روحي احمد. فكان يقول روحي احمد يقول هنا طبقه الصوتيه بيني وبين فلاح الفضلي طبقه قريبه تحس انه احنا متناغمين هارموني. اي نعم متناغمين انيا. زين وصارت هاي العلاقه بيني وبينه ومشت الامور بهذه الطريقه. بدت بعدها مرحله الامارات اللي هي من بدت لا بدت بعدها مرحله صوت الجماهير. نعم. صديقنا وزميلنا الان الموجود بالعراقيه حازم السويدي مذيع لحد الآن يقرأ نشرة الأخبار. حازم كان مذيع عندنا يقرأ بس الموجز في الفضائية. نعم. للنشرات يمطيها للعمالقة. هو كان بعده ولد شاب. نعم. أي هو وأنور الحمداني أيضا كان يقرون بس مواجز. زين فهم أجوا في ذلك الوقت. فحازم قال لي صوتك حلو ولغتك الحلوة وكل إحنا متعبدين على لغتك اتصل حنا كلتنا. فإذا صوت الجماهير محتاجة مذيع. نعم. فشنو رأيك؟ قلت له أوكي ما عندي مشكلة. جابوا لي شريط من هذا الكبير هذا. نعم. هذا الشريط اللي ما ادري ايش يسموه الاي في او الكذا ما اعرف بذاك الوقت ودخلوني الاستديو بالفضائيه وعطوني جريده قريت في 4-5-6 اخبار قريت ودوها للاذاعه صوت الجماهير قالوا ننتظرك تعال فلان يوم رحت لقيت اسمي بالاذاعه بالاستعلامات دخلت وكان في زمنها مدير الاذاعه كان بوقتها الله يرحمه استاذنا بهجة الحديثي. زين ووراها باسبوع حولوني للجنه لازم تختبرك صعدت لقيت اللجنه بها من هو لقيت بها قلت لك نجم الجنابي وش اسمه وغازي فيصل وبهجة عبد الواحد هم ذول قالوا لي لازم تقرا قدامنا طوني هم خبر واختبرني اختبرني قريت 4-5 اسطر حجي غازي قال لي حبيب هاي الكلمة مالته حبيب عيد لي 4 سطور ثانية قريتهن مرة ثانية قال لي هاي الكلمة مرتين نصبتها أول مرة قلت شاقة مرة ثانية نصبتها شنية فقلت له هاي مفعول به للمصدر جميل أيه. جميل جدا قال شنو قلت له مصدر قال وجاي أنا المصدر العامل عمل فعلا أحسنت أي فقلت له فهو حقيقة قال لي شو اسمه قال لي روح أنت تبقى أسبوع موجز وورا أسبوع تنزل نشرة وإن شاء الله تعالى أنت لك مستقبل. افترت الأيام العام أنا كنت في ضيافة حجي غازي في القاهرة من كملت الدبلوم العالي مالت هناك فبقيت يمه يعني زرت البيت وسوالي هذا الرجل وكنت نستذكر هذه الأيام نوجه له التحية طبعا تحية إلى كبيرنا تحية أستاذنا كبيرنا أستاذ نعم. غازي فيصل تلفزيون العراق من بعدها تلفزيون العراق الدولي أيضا ومن بعدها مباشرة من 2002 إلى 2006 في الإمارات. نعم. معناها أنت ما شهدت مرحلة سقوط بغداد من. لا ما كنت بغداد. ما كنت. شلون وصلك الخبر؟ أعرف الخبر وصلك يعني عن طريق الفضائيات أكيد موجود. لكن شلون تلقيته؟ شلون استقبلته؟ يوم 9/4. إحنا بغداد عزيزة علينا. بغداد ما بتكون هي عزيزة.
ولا أخفيك سر أنه إيش قد خلافاتنا إحنا ويا صدام حسين، ها؟ هو في يوم من الأيام كان يمثل العراق، همكن كانت عندنا كم كانت عندنا إشكالية في هذا الموضوع. يعني إحنا ربما أنا وأنت أخوة بالبيت، بيت واحد، نختلف وربما من تحاكي أنا وياك 10 سنوات، زين؟ بس البيت بيتنا، البيت بيتنا، تبقى هاي. تبقى عملية الاحتلال عملية كانت كلش يعني مؤلمة بالنسبة لنا. لم يكن تحريرا بالنسبة لك؟ لا، كان احتلال. لا احتلال، لأنه إحنا بالنسبة لنا كنا نتمنى إنه إحنا نحرر بلدنا، إحنا كعراقيين إحنا نحرر بلدنا. ومع هذا أشوفك أنت بجوابك هذا ما حسبت نفسك على عراقي الخارج، لأنه لا أنا ما عشت أنا العراقي، العراقي أنت افتهمت قصدي؟ أي نعم، العراقي يمشي بدمي، يمشي بدمي، العراق يمشي بدمي. طيب ولو كان إحنا نريد نساوم على هاي القضية، زين، ما كان كفشي اسمه فلاح الفضلي. أروح لمرحلة انفجارية في حياتك، الفيديو رقم 4. دايس عليهم لسبب محدد فقط أمام الشعب العراقي، أقولها خلي يسمعني كل الناس، خلي يسمعها كل الناس. ماكو كتلة عندنا امتاجرة بالدين وامتاجرة بالمرجعية وامتاجرة بأهل البيت بقد كتلة المجلس الأعلى، يبيعون ويشترون بالدين ليل ونهار، ليل ونهار. تحكي على الدين يقول لك إحنا، تحكي على المرجعيه يقول لك احنا، تحكي على السماوات يقول لك احنا، تحكي على الله يقول لك احنا خلفاء الله في الارض. زين، اكثر كتله تحكي باسم الله هي، وعمار الحكيم قاعد بقصر من قصور صدام، وباقر سولاك قاعد بقصر من قصور صدام، زين، والله اللي يدري عادل عبد المهدي وين قاعد، وكلها تحكي باسم المرجعيه. هذا مقطع لي من حلقه لحضرتك، وهذا المقطع انا ما اخذته في سبيل أعرض ما فيه المحتوى، بقدر ما أنه هنالك الكثير، العشرات بل المئات من المقاطع اللي هي تقريبا بهذا الإطار. خرجت من جبة مذيع الأخبار الذي يسلم نشرة ويقال له اقرأ ما فيها، إلى جبة مقدم البرامج الذي أعتقد أنه أحيانا طرح آراء في غاية الخطورة في مرحلة خطرة. دواعيك هنا شنية؟ يعني أنا شفت الفيديو وأنا في هذا الزمن، والفيديو قديم، قلت هذا شدي يسوي الله شدي سؤال. كنت أتوقع هذا السؤال كان يعني سادة أنس، أنا كنت أتوقع هذا السؤال، أتوقع هذا السؤال. اليوم أنا كنت في صلاة الصبح أتذكر على السجادة، سبحان الله، أي والله، وقلت راح يسألني هذا السؤال. زين، لأن هاي هذا البرنامج هذا جاء البرنامج إجى بدون اتفاق، بدون اتفاق مطلقا. كنت أقدم برنامج في وقتها يومي أيضا، نعم، كان اسمه تشكيل الحكومة. كنا نرافق قضية عملية تشكيل الحكومة والخلافات السياسية والمحاصصة والمدري شنو يومية. في يوم من الأيام وأنا بعدني قاعد أشتغل على تشكيل الحكومة، وتم تكليف العبادي في وقتها في أن يشكل وشكل الحكومة العبادي، ومشت أموره تقريبا صار له شهر. اجى هذا البرنامج. شلون اجى هذا البرنامج؟ انا رئيس تحرير الاخبار بالفحاء، وانا عد النشره، فاجاني شريط في شريط لكلمه للعبادي حكاها في مجلس النواب العراقي. نعم، هسه ايش قد تاريخها ما اعرف، ما اذكرها. فردت لي واحد محرر يقوم يطلع لي من عنده ساوند حتى طلع بالنشره، ما لقيت محرر، لقيت كلهم مشغولين. قلت لهم انا راح اروح اقوم اطلع. فمن طلعت هنا كانت البدايه الانطلاق. حطيت الهيدفون اذني، لقيت حيدر العبادي يقول انتم تعرفون سعر الصاروخ ايش قد؟ زين، انتم تعرفون احنا ايش قد نصرف طلقات يوميه؟ انتم تعرفون ما ادري شنو؟ هذا قاعد يجملنا، هذا شويه الخشم علينا، شنو انت يعني شنو؟ واني مش علي اعرف سعر الصاروخ سعر ايش قد وتشقد تصرف طلقات يوميه. هذه مو مشكلتي انا، هاي انا مو مشكلتي، انت مسؤول عليك انه تدير الحياه العسكريه باعتبارك القائد العام للقوات المسلحه. مشكلتك وباعتبارك انت من جانب اخر انت رئيس وزراء مدني، توفر لي حياه كريمه بها امن وخدمات وصحه وكل التفاصيل. فلما شفت شايل خشم الرجال بهالطريقه هاي، او قاعد يعيرنا كانما احنا ما نعرف ايش قد فلوس الطلقات وما نعرف كذا، زين، قلت لها اليوم ما منها شهرة، ما منها شهرة. قعدت بدون ها، بالمناسبة
كل هاي الحلقات اللي هي تجاوزة تقريبا 1200 حلقة تقريبا ما عندي بيها ورقة إعداد قبل ولا عندي بيها أوتوكيو. الداتا اللي موجودة عندك اليومية، أنت رئيس تحرير. آه رئيس تحرير. الداتا اللي عندي هي تشتغل من كيفها، دوس دقمة تطلع كل الأخبار قدامك. فجيت أنا بيومها قاعد أقدم البرنامج وقلت اليوم أريد أتكلم عن الموضوع هذا. شو من بديت أتكلم صعد الرون ها مالتي كلش قوي، أبد مو ذاك فلاح الفضلي أو الهادئ المدرشين وكذا الودية. فأول عنوان انكتب على كل وسائل التواصل الاجتماعي مذيع الفيحاء يخرج عن طوره، كان أول شيء يخرج عن طوره. وهذا كان العجيب بالموضوع أنه أنت معروف عنك أنك شخصية هذا وحشي بثقافة ووضع وكذا لا علاقة لك بهذا الانفعال الكبير. نعم شوف فجأة والله بدت زين. من طلعت أحد زملائي وأصدقائي تحية إلى أستاذ كمال بتران وياي بالتحرير يقول لي طلعت لقيته يبكي. شو بقني قام يبكي، قال لي ردت أدخل للاستوديو أبوسك بجو. بردت قلبنا يا أخي، ما سامعين شو. زين أنت في هاي المرحلة كنت تعمل في فضائية الفيحاء، والفيحاء نحن نعلم من كان رئيس مجلس إدارتها. إيه كان السيد النائب الأسبق أو السابق محمد الطائي. نعم. نوجه له أيضا التحية. تحية ما عارضك يوم من الأيام، ما قال لك إيش تسوي، ما قال لك إيش تحكي، لا حلفاء شركاء أصدقاء. أنت لا تنسى محمد الطائي أيضا رجل له تاريخ له. محمد الطائي صح هو يعني دخل على خط المجلس الأعلى ورشحوا ياهم. نعم. بس رشح كمستقل، و يعني أنا أتكلم الإيل والعليه رغم أنه عندي تحفظ على بعض المسائل، لكن أنا أتكلم الإيل والعليه. محمد طائي فاز بأصواته، يعني مو لأنه هو مو قال أنا بالمجلس الأعلى والناس راحت انتخبته، هو أخذ صيته شعبية لأنه طالب بإقليم البصرة. لا مو بس هي، لا مو بس هي. نعم. محمد طائي شعبيته جتي من 2004 عنده برنامج اسمه برنامج فضاء الحرية. نعم. وكان أيضا هو وزميلنا الأستاذ هاشم العقابي قدم، وقبلهم كان هاشم الديوان، كانوا يقدمون برنامج عن محاكمة الرئيس السابق والنظام. نعم. كله كان. وكانت هاي الحلقات كانت تلقى ترحيبا خصوصا عند محافظات الجنوب. نعم. زين شعبيتهم كلش كبيرة، وأيضا برنامج فضاء الحرية من البرامج الناجحة كان جدا جدا، وهو ترك البرنامج عندما دخل إلى السياسة إلى البرلمان. زين فهو عنده شعبية كمقدم وكإعلامي، وهو إعلامي من طراز الأول، هذا كلام ما نختلف فيه، لا يختلف عليه. فهو من منطلق هذا الموضوع أنه هو من شاف هاي الأمر، هو رجل إعلامي يدور صفقة إعلامية. جاي واحد جاهز مثل فلاح الفضلي زين، يعني خلى الفيحاء صارت رقم صرنا رقم زين. استثمرك لو استغلك؟ استغلني، اقولها بملء الفم. والدليل انت نادم؟ لا، لان اني ما سويت الخاطر محمد طائي ولا سويت الخاطر الفيحاء. الله شاهد، هذا البرنامج اني سويته لخاطر العراق ولخاطر كل إنسان عراقي مظلوم. ومو بالعراق المظلوم، العراق المظلوم بكل طوائفه وبكل أعراقه وبكل دياناته. ها؟ وأنا حكيت حكي حتى بعض المساء، يعني هو سبب شعبيتي وحب الناس إلي، لأن أنا لم أكن في يوم من الأيام طائفي. لأنني إذا أردت أن أعود إلى الوراء كثيرا، نعم، أخذك إلى أجواء بالصورة رقم 5. اي سيد الخوي رحمه الله على روحه. تلاحظ الربط بكلامي؟ اي نعم، انا رجال، وقلت لك اني احتاج لحظه، رجل متدين زين، وما شايف الحرام بحياتي لحد هاي القعده اللي وياك، بس ما اقبل على الباطل. ومقوله امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، كلمه الحق لم تبقي لي صح. انا اذا الغي السؤال اللي ردت اسالك عنه، اذا اقول لك يعني هل تبنيت مواقفك من منطلقاتك المرجعيه؟ جاوبتني بعد. اي يعني كنت دائما، وحتى في هاي الحلقه اللي انت تشوفها اللي طلعت المقطع، لو تكمل للاخير، انا مستشهد بمقوله منه. ها انا مستشهد بمقوله منه،
أنا مستشهد لما أقول لأبي ذر، أبو ذر الغفاري، إيه؟ لأبي ذر، وقلت له قلت له ها من شاف قصور بني أمية صح له لا؟ قال إن كان هذا منك فإسراف، نعم، من أموالك فإسراف، وإن كان من أموال الناس فهذه سرقة. فأنا اللي قاعد أقوله إنه إحنا و و و و و وأقولها باعتراف كامل، باعتراف كامل، لولا ثقافتي الدينية لما قدم البرنامج بهذه الطريقة. أكو صراع مرجعيات بالعراق أستاذ؟ أكيد. أكو شكل يمكن ما يشوفه الناس، شكل من أشكال الصراع عرفت تلقاه؟ نعم، شكل من أشكال الصراع عرفت تلقاه؟ غير الصراع العام اللي تشوفه الناس اللي هو مثلاً السلطة، النفوذ، الاستحواذ، الأموال. هذا من الأسئلة الشتاة. هذا اللي يشوفون الناس، اللي ما يشوفون الناس بصراع المرجعيات ما هو بالضبط؟ عندي مقدمة لبرنامج من برامجي موجود عبيها جواب هذا على سؤالك هذا. في يوم من الأيام قلت لهم أنا ما أريد واحد يجي يصيد بالمي العكر ويقول فلاح الفضل يحكي على المرجعيات أهني. نعم. زين، لأن أنت لا تزاود علي، أنا نجفي وبن عائلة دينية، لا تزاود. قلت لهم تحكون على الحكي لا تحكون، بس كل إنسان منصف خلي يفرق ما بين شيئين بما يتعلق بالمرجعية. المرجعية يجب أن تفرق بها بشيئين حتى تكون منصف، أكو مرجع وأكو مرجعية. نعم. زين، أنا قاعد مع السيد الثاني وأتشل وجه في جلسة خاصة لمدة 25 دقيقة بس أنا وياه، أعتقد ما حظى بها أي إعلامي. زين، وأعرف مكتب إيش به، المكتب هو المرجعية والسيد الثاني هو المرجع، هو المرجع. زين، جميل، ففرقوا ما بين الشغلتين. أنا قعدت مع شخصيتين مراجع من مراجعنا الكبار. نعم. زين، أنا قاعد بأكثر مرجع بس مرجعيتين الله شاهد وأقولها للتاريخ لمست بيهم حب للعراق وهم مو عراقيين. السيد السيستاني مو عراقي. نعم. والسيد والشيخ إسحاق الفياض مو عراقي. أنا قاعد مع إسحاق الفياض وقاعد مع السيد السيستاني. مع إسحاق الفياض عندي تصوير فيديو بيني وبينه. زين، وقاعدين عندما كنت أنا في وقتها كنت مدير الأخبار والبرامج السياسية لقناة النجف الأشرف الفضائية في الفترة ما بين 2012 إلى 2014. نعم. فبهالفترة زرنا عدة مراجع إحنا مع الإدارة باعتبار إحنا المدراء وكنا نزوره، وزرناه مرتين الشيخ إسحاق الفياض الله يحفظه في ذلك الوقت. الله شاهد عندهم حب للعراق. زين، لا أعتقد، وانتماء، حب وانتماء للعراق لا أعتقد موجود عدة 98% من اللي يمثلون العملية السياسية. لكنك أوصلت فكرة جميلة أن على الناس أن يفرقوا ما بين المرجعية والمرجع والمرجع. هل هنالك أيضا صراع بين المرجعيات العراقية والمرجعيات الإيرانية؟ أكيد. بس خلينا نقدر 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 نخلي له شكل هذا الصراع. نعم. شكل له أكيد. يعني موجود. نعم، هو موجود، هو ما حد يقدر ما حد يقدر يختلف عليه نهائيا. أساس وجوده ماذا؟ أساس وجوده أنه مرجعيات العراق لا تؤمن بمبدأ ولاية الفقيه. هاي خلص نقطة على السطر. كل مراجع العراق لا يؤمنون بمبدأ ولاية الفقيه. باستثناء زين المرجع الشهيد السيد محمد صادق الصدر باعتبار أنه هو يكتب على رسالته العملية ولي أمر المسلمين. لا تجد هذه الكلمة موجودة لا في الرسالة العملية للسيد الثاني ولا للسيد الخوئي ولا للسيد عبدالعلى السبزواري ولا للشيخ إسحاق الفياض ولا للسيد محمد سعيد الحكيم ولا لكل مراجع، ولا حتى للشيخ بشير النجفي. كل مراجع العراق تتفق على أنه مبدأ ولاية الفقيه كمبدأ وكنظرية فيها خلاف، يعني فيها خلاف مرجعي. دعني أنطلق إلى الأعم، ولكن ربما الإجابة ستكون بكلمة واحدة. الدور الإيراني بعد 2003 إذا ردت توصفه بكلمة واحدة فقط من 2003 إلى يومنا هذا في العراق بماذا ستصفه؟ نفوذ. محطات من حياتك نروح لها بالصور بالرقم 6. أيني. محطات. هاي الصورة أين؟ صلاة الصبح في مسلم بن عقيل عليه السلام. مع من؟ مع هنا أنا مع الكاتب والأديب الأستاذ الدكتور سلام قاسم في السويد. بيته هاي. نعم.
أيضا في السويد في جمعية المندائية للصابئ المندائيين كانوا مسوين لي أمسية في ذلك الوقت في ستوكهولم. مزيد من الصور أيضا. هاي في تظاهرات عام 2018 مع الزملاء هنا. هاي لها حديث لوحدها. أوكي. إيه إن شاء الله. هاي الصورة شنو؟ كنت مريض جدا وشكوا بي يعني كنت على وشك فارق الحياة بعد لي ثلاث سنتيمات من الوصل كان درجة الحرارة مالتي 39.7. متى هاي الصورة؟ هاي الصورة قبل 6 شهور في اسطنبول أو 5 شهور في اسطنبول. مرضت جدا مرض يعني كنت على وشك أنتي. سلامتك. الله يسلمك. سلامتك. هاي في اسطنبول. إن شاء الله سلامتك. الله يسلمك. خل هاي الصورة يمكن أيضا في شهر قاعد أقرأ قرآن في شهر رمضان المبارك في غرفتي في قناة العراقية. انطوني ستوب على الصور أريد أرجع للأستاذ فلاح. ما ورثت صوت جميل من الوالد بالقراءة؟ أنا أرتل القرآن بشكل جميل، ترتيل وليس تجويد. ترتيل. إيه. وأعشق الترتيل، أعشقه. يعني أنا من أقرأ. والمنبر الحسيني. كانت عندي رغبة بي، كنت أتمنى أكون أبويا. إيه كنت أتمنى أكون أبويا، يعني كنت أحضر وياه. أنا حاضر أبويا لحد 80 كان يقرأ، ورا 80. يعني سلطات الأمنية من عوم سعودي المنبر. أبوي كان يقرأ في بغداد في ذلك الوقت في شارع الفلاح في مدينة الثورة يسمونه. نقدر نسمع شوية مين منك شقرة يعني مجلس؟ مجلس لا ما مسويها، لو مسويها كان قلت لك يسويها، ما سويتها. قرآن كريم. قرآن كريم. إيه إذا أكو قرآن هسه نسمع من ما تحفظ. من ما تحفظ؟ سورة أي سورة؟ الفاتحة. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله العظيم. حضرتك توجهت إلى المهجر. نعم. تعرضت للتهديد لكن ممن؟ بالفترة اللي قلت لك سألتني قبل شوية أعود إلى جوابك من قلت لي محمد الطائي استثمرك أم استغلك، وقلت لك استغلني. نعم. كنت لو سألني قبل ما أطلع من الفيحة كان قلت لك استثمرني، بس من طلعت من الفيحة كان استغلال. اكتشفت أنه كان مستغلني. هو حارب البرنامج بالفترة الأخيرة. وهي طبعا كتبتها في مقالة موجودة على الفيسبوك. طيب. وكتبتها من السويد، الناس رادوا رأيي في قضية خروجي من الفيحاء. نعم. فكتبت هو حارب البرنامج بثلاث طرق. الطريقة الأولى أنه أنا برنامجي بلا معد وبلا مساعد وبلا أي واحد، أنا والمصور والمخرج، ما له سلطة عليك. هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين أنه ما أنطاني فد مخصصات على راتبي حتى للبرنامج. يعني البرنامج أنا ما مستلم عليه ولا درهم من 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 طلع لحد ما طلعت. هم بعدك ما محتاجه الحمد لله. هاي اوكي زين. والبرنامج اجى هو السواله. ها مشكلته وين صارت عندي؟ مشكلته صارت مساله الغيره، والغيره غير الشرعيه. غيره غير شرعيه. انه قام يقارن نجوميتك بنجوميته. هو لان كان رافع شعار اقليم البصره، فكانت الناس تكتب له في شريط، اكو عندنا شريط ابيض يعرفوه الزملاء. فوق السبتايتل مالتنا شريط ابيض خاص بالاقليم. ها انه حي جهود دكتور محمد الطائي على كذا وجهوده بالمدري شنو كذا، وهو صحيح هو رجل كان يعني مؤمن بالموضوع. من بدا برنامج يصعد ها الشريط الابيض صار كل البرنامج يا بطل يا كذا مدري شنو، صوت المظلومين صوت الحق كذا سوى انطي عاز، وانا مسؤول عن كلامي هذا طبعا. ها انطي عاز المن للكنترول شكو شيء يجي عن فلاح الفضل بالشريط الابيض انشال. اوه هذا هو الحرب.
ثاني حرب أنا كنت عايش وحدي في السليمانية، أهلي بالنجف، فأنا أطلع كل خمس أيام، كل بالشهر خمس أيام أروح للنجف. نعم. وأرجع. بهالفترة هم وش يسوون؟ يسوون إعادة للبرنامج مالتي، لغى الإعادة، قمت أروح وأرجع ماكو برنامج، صار انقطاع. صدر بيان بعدين، شوف الحرب التدريجية. نعم. صدر بعدين تعليمات يمنع منعا باتا عرض البرامج المباشرة، كل البرامج يجب أن تكون مسجلة. أها. بعدين آخر شيء قال إحنا قاعد نمر بأزمة مالية، زين، وإحنا راح نسوي تقليص بالموظفين، فإحنا راح نبقي من كل الموظفين 15 واحد. نزلت القائمة اسمي ما موجود، مع أنك كنت عمود لا هي بينت بعدين، أنا بينت عندي، بينت عندي الصفقة. أربط لياها بالتهديد، شنو القصة مال تهديدك؟ إن أنت تهددت؟ لا شو تهددت، قتلت إلا شوي يعني. بس من الجهة اللي هددتك؟ والله ناس موجودين لحد الآن بالعملية السياسية، جهة من الجهات راحوا إلى أقاربي. لا. كبار أقاربي وقالوا له احنا كنا واقفين بوقتها ضد الولاية الثالثة للمالكي. نعم. في القناة، وانا كان برنامجي ضد هذا الموضوع، يعني ويا قضية انه أن نعم. لا يعود، لا تجدد ولاية ثالثة للمالكي، على حاجة سنة 2014. كانت هناك جهات مسلحة ظهرت وراء دخول داعش، ها صار إلها صوت بالعملية السياسية. هاي الجهات المسلحة راحت الأقاربي بالنجف. نعم. قالوا له المالكي راح يرجع ولاية ثالثة ويفشل فلاح الفضلي، ومن يرجع المالكي ولاية ثالثة راح ناخذ الفلاح الفضلي وندز لكم اياه بالاقساط، ها ندز لكم اياه بالاقساط، يوم راس يوم رجل يوم كذا، جمعوه تلموه، اعوذ بالله، اي تلموه لمن يكمل عندكم وتروحوا تدفنوا. هذا الموضوع زين. اما المجلس الاعلى فما قصروا، المجلس الاعلى راحوا رفعوا عليه 7 دعاوى قضائية. ولهذا انت الان اصبحت في خانة المعارضة. إيه؟ شنو الرسالة اللي تتوصلها إلى الأحزاب الحاكمة في العراق ما بعد 2003 بأقل من نصف دقيقة؟ شو تقول لهم؟ كل الأحزاب الحاكمة الظالمة الفاسدة اللي موجودة في العراق، اللي اقتاتت مو فقط على أموال العراقيين، واقتاتت فقط أيضا على دماء العراقيين، وكل إنسان يسقط الآن في مستشفى مريض أو في أي مكان يموت دم في عنقهم من 2003 لحد الآن، وأنا لا أتنازل عن هذه الكلمة، أقول لهم عليكم قراءة التاريخ جيدا، مهما طال بكم العهد لن يطول بالظلم، لأن للظلم جولة وللحق دولة. رشحت نفسك لرئاسة الوزراء؟ أنا ما رشحت، لا والله هم رشحوني. من هم هم؟ أنا اتصلوا بي من بغداد من ساحة التظاهر. لا أنا ما أرشح نفسي لهي الشغلات نهائيا، لأن أنا أعرف ما أصير، لأنه حتى أصير رئيس وزراء لازم عندك ثلاث أمور اللي يتوفر عندني موجودات، دعم داخلي من الكتل، هاي مستحيل ولا ما راضين عليه زين. نعم. دعم خارجي من دول إقليمية تدعمك، ها إقليمية أو دولية، ما عندي. عندك جناح مسلح، ما عندي، فشو أصير رئيس وزراء؟ منك وش حاجة؟ خلنا طلعك من كل هذا الخراب، خلنا نروح للصورة رقم 11. إيه ناقش. عفنا مساحات الخراب. شنو هاي الصورة؟ هذه مجموعة من الإعلاميين زملائي بالنجف. نعم. زين، أعرفهم واحد زين. في الأسبوع الأخير اللي وفاة المحقق والأستاذ الكبير والعالم الجليل الشيخ محمد باقر القرشي. محمد باقر القرشي، أنا انتبهت على طريقة وقفتك. أي في حزن، واقف في حزن وفي احترام. أي أنا ما سمحت يعني أنت مو في حضرة شخص مريض. لا، أنا في حضرة قامة من قامات الناس، قامة من قامة العلماء، قامة من قامات العراق. نعم. احنا مع الاسف لا نحترم العلماء. هذا الرجل الوحيد من كل علماء العراق، ايش قد عندنا علماء، وايش قد عندنا مفكرين، وايش قد عندنا تاليفات عراقيه، مكتبته كامله مترجمه باللغه الانجليزيه في مكتبه الكونغرس الامريكي. انت تعتبره ابو روحي؟ والله انا قرات له كثيرا، وكتبه
أثرت كثيرا في أخلاقيات وسلوك فلاح الفضلي. طيب هو عنده مجموعة كاملة عن أئمة آل البيت، كل 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 إمام من الأئمة إلى جزء كامل. هاي بالنسبة لي الصورة رقم 11. وأريد أسألك أيضا عن دور أبوك الأب الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. أبوي طبعا توفي صار له تقريبا 3 أشهر. نعم. لهذا ولهذا يعني ربما ما زالت آثار الحزن موجودة. الوالد شلون اديتك صورته بس ما الذي هو ما الذي لا الحمد لله ما موجودة يعني بس مجرد قلت لك أبوك بينت عليك. لكن ما الذي تركه لك أب ملتزم وصاحب تاريخ؟ الوالد محمود كثيرا على فكرة يعني. أي أبويا الله يرحمه ورحمة الله سيرة تسمع. الوالد أنا عشت وياه مرحلة الطفولة أعتقد ما عاشها طفل ويا أبوه نهائيا. صديقي صديق إحنا في الطفولة كنا. أنا أبويا جت فترة أبويا شو يشتغل؟ أبويا صح معمم، أبويا يلبس العمامة 3 أشهر بالسنة. بقية السنة أبويا عامل مطبعة. نعم. يسموه مداور أقدم، اللي هو راحة السلم هنا مالته صارت الكمبيوتر بدالها. نعم. كانوا هم يرتبون الحروف بإيدهم. نعم. في هاي ترتيب الحروف مو كل واحد يعرفها طبعا. فأبوي يعرف عربي وإنجليزي ترتيب الحروف وفرنسي وتركي وفارسي زين، يعرف أو كردي يعرفهم كلهم. فهو إيده ومهنته فتشي كلش نادر. نعم. فمن أجا كان يشتغل مطبعة بالنجف اسمه مطبعة القضاء زين. بعدين حصل وظيفة حكومية بالمجمع العلمي العراقي عن طريق شخصية نجفية كانت نائب رئيس المجمع العلمي العراقي المرحوم العالم الكبير عبد الرزاق محي الدين. نعم. دكتور عبد الرزاق محي الدين هو اللي جابه للنجف لأن يحتاجوه زين. فترة من الفترات جريدة الثورة وجريدة اسمها مجل أو مطبعة اسمها مطبعة الدار العربية زين كانت على طريق المطار. نعم. زين كانوا يدورون عن واحد يعرف يرتب فارسي. نعم. أثناء الحرب العراقية الإيرانية فرايحين وين مدورين بالنجف ورايحين مطبعة القضاء زين. لقوا الوالد ما لقوا الوالد، الوالد جاي بغداد جاي بغداد. فسألوا قالوا له عندكم هناك ما يعرفون أبوي اسمه. نعم. عبد الحسين أبوي بالنجف اسمه شيخ حسن. نعم. زين فقالوا له عندكم شيخ حسن؟ قال وين شيخ حسن هذا يشتغل؟ قال هسه يشتغل بجريدة الثورة. فأبوي متقاعد يعني هو طلع من الهاتف. نعم. متقاعد كان يشتغل بجريدة الثورة يعني اجى كتاب رسمي من جريدة الثورة. نعم. للمجمع العلمي العراقي انه ينقل هو وخدماته لهناك لانه محتاج هناك. فمن راح فيقول ابويا يقول دخلت بنطبيت الباب لقيت سياره سوداء واقفه بالباب مال يعني بين مال. نعم. جهات امنيه مخابرات ما كذا في شغلات اي والناس النازلين من عندها نزدوا يقول وين نزتهم انتظروا بالاستعلامات اني قاعد اطبن. قال احنا جايين على واحد موظف عندكم هنا يشتغل. قال شنو؟ قال اسمه شيخ حسن. نعم. اللي بالاستعلامات. قال هجرة الثوره مال الحزب. نعم. عندنا جامع احنا مشغلين شيوخ رحمه الله. رح الله يرحمه. لو فابويا ساله قال له ايش تريد؟ نعم. قال انا اعرفه فوق ما قال يعني. قال لا والله عندنا شغله وكذا. قال له الشغله اللي انتم محتاجيها بيها يجيب بطانيه وهاي وياه ويجي وياكم. نعم. لو يروح ويرجع. قال لا والله شغله امنيه سجن. ابويا هو قال له فش اسمه قال له هيك عندنا مطبعه وكذا مش. نعم. قال له اني فطاهم ويته وصار الشغل بقت له. وجه له كلمه ايضا باقل من نصف دقيقه للوالد. والله الوالد الوالد حقيقه هو المدرسة وهو المربي وهو المدرسة الثقافية الأولى للفلاح الفضلي. ولا أعتقد أن هناك كلمات قادرة على أنه توفيه حقه. يكفي أن يكون هو الأب. أريد كلمة أيضا للصورة رقم 12 وبأقل من نصف. أي مريومة بنتي الله يحفظها. أي مريم هذه آخر بعد عمر طويل وصيها. اي اني وصيتي الها المريم هي تفتخر تقول اني مريم فلاح الفضلي. ها وقلت لها اسمك اسم دكتوره فان شاء الله تعالى بركه يا رب العالمين الله يوفقها تكون فد شيء كبير بالحياه. ها بغض النظر عن المهنه تتمنى لها تعيش خارج العراق ام داخل العراق في الوقت الحاضر؟ رغم حبي للعراق
لا ما أتمنى له، لأن الطفولة عندنا في العراق مظلومة ظليمة كلش كبيرة. نعم. لأنه الذين يقودون العمل إدارة البلد حتى هذه اللحظة لم يحترموا طفولة العراق وأطفال العراق، ولم يحترموا الإنسانية في العراق. كلمة ذاكرة معاصرة. أنا حقيقة أشكر هذا البرنامج الرائع والمقدم الأروع. أشكر أستاذ أنس، وأني ممتن منك أنك وضعتني في هذا البرنامج باعتباري موقعك شيء، موقعك الطبيعي باعتباري شيء أنا، لأن قامة وأستاذنا. الله يحفظك. أنا دائما أنظر لنفسي أقل من الآخرين، وأعتبر كل اللي قدمته هو أقل مما يستحق العراق ويستحق الوطن. أنت كبير يشهد بذلك الجميع. أنا أشكرك جدا وبسعة القلب الإعلامي الدكتور أستاذنا فلاح الفضلي، كنت ضيفي في ذاكرة معاصرة لهذا اليوم. أنا أشكرك جزيلا. أشكرك جدا. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين. في الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن، وننوه بأن حق الرد مكفول لكل السادة والذوات الذين ذكرت أسماءهم في هذه الحلقة، وإن تلميحا، حتى ألقاكم من جديد في أمان الله وحفظه.